السلام عليكم شباب. اليوم غادي نجربوا واحد التمرين، الكماله ديال التمرين اللي درنا اخر مره ديال الدواء الاصليه. اليوم بغيت نشوف انا افونسي واحد شويه. المهم كنحاول نختاروا مختلف الدواء. مفهوم الشباب؟ ناخذ الدلاله الاولى اللي عندنا هي 1 سور اكس كاري بلس 2 اكس بلس 2. مفهوم الشباب؟ على هذا الشكل هذا كتحاول انك تقلب على داله اللي كنعرفوا. عندي ان سيغ، هنا عندي دالة اللي هي على شكل حدودية، يعني غادي نحاول انني نفاكتوريزيها، نحاول نعمل. عندي ان سيغ اكس كاري بلس دو اكس بلس دو، غناخد غير هاد لابارت ديال اكس كاري بلس دو اكس بلس دو، نحاول نفاكتوريزيها. غادي نشوف بان اكس كاري بلس دو خصها واحد الان، يعني x كاري بلس 2 باش تكون متطابقة هامة، يعني غير هاد ناخد غير هاد لابارتي هادي وغتكون لي غتشكل لي متطابقة هامة على شكل x بلس 1 او كاري. مفهوم؟ غيشت لي واحد الان هنايا يعني بعد 2 دونك بلس 1. مفهوم؟ حيتاش 1 بلس 1 يعطيني 2 لي 2 x x كاري. مفهوم؟ دونك f دو x غادي تساوي لي هي 1 سيغ 1 زائد x بلس 1 او كاري. مفهوم؟ هادي لاش كتشبه ليا تقريبا هي لارك طونجونت، حيت لارك طونجونت دو اكس الديريفي ديالها اللي هي واحد زائد اكس كاري، ياك؟ و الا كانت لارك طونجونت ديال واحد الفونكسيون اف الديريفي ديالها شنو هي؟ هي كندير اف اللي كاين لداخل كندير ليها الديريفي كنخرجها على برا، اللي كندير ان بلوس اف كاري. مفهوم؟ هادشي تقريبا اللي عندي انا في الدالة هادي. مفهوم الشباب؟ عندي x بلس 1 او كاري اللي هي f او كاري، هاد الدالة الداخل اللي هي x بلس 1 درت ليها المشتقة ديالها، x هو المتغير المشتقة ديالو اللي هي واحد، دونك f دو x الدالة الأصلية ديالها، f دو x الدالة الأصلية ديالها شناهي؟ اللي هي لارك طونجونت ديال اش؟ ديال x بلس 1. مفهوم؟ دونك إلا درت f بريم كونت f دو x تعطيني ديراكتومون تيت f. مفهوم الشباب؟ ندوزو السؤال الثاني او الدالة الثانية اللي هي جد اكس. عندي جد اكس كتساوي 2 اكس بلس اكس على بويسونس 4 بلس 2 اكس كاري بلس 2. نفس القضية عندي هنا لتحت، غنحاول نعملو نفاكتوريزي. عندي اكس على بويسونس 4 بلس 2 اكس كاري بلس 2 كيساوي ليا، نحاول نخرج واحد المتطابقه هامه حيت عندي هنا اكس على بيسونس 4 وهنا عندي اكس او كاري. باش نعمل نحاول ندير واحد التغيير المتغير ولا نخدمها ديريكت، يعني الا عوضت اكس كاري بواحد المتغير اللي هو ايغريك، دونك الا وضعت اكس كاري كيساوي ليها ايغريك، هنايا غيولي كيساوي 2 ايغريك و اكس غادي يساوي ليها اكس غادي يساوي ليها الراسين دو ايغريك، ياك؟ الا عوضت اكس على بيسونس 4 اش غيعطيني؟ هي إيكغيك على راسين دو إيكغيك على بويسونس 4، شنو غتعطيني؟ هي إيكغيك كاري. مفهوم الشباب؟ دونك نجي نعوضها هنايا، اللي هي إيكغيك كاري بلس 2 إيكغيك بلس 2، اللي كتساوي ليها ديريكتومون اللي هي إيكغيك بلس 1 أو كاري بلس 1، حيتاش غادي نزيد واحد، حيتاش غادي ننقص واحد من هاد الأن هذا، باش نزيدو لابارتي الأخرى. مفهوم؟ او كتساوي لي ديريكتومون اللي هي اكس كاري بلس 1 او كاري بلس 1. مفهوم الشباب؟ دونك الى جيت حسبت هادي عطيني هي اكس على بويسونس 4 بلس 2 اكس كاري بلس 1 لي بلس هاد الان اللي هي لبرا، دونك 1 بلس 1 صافي 2، دونك صافي اكزاكتومون داكشي اللي عطاونا. مفهوم؟ اللي عندنا لتحت. مفهوم الشباب؟ غنحاول نفاكتوريزيها. دونك جد اكس غادي تعطيني هي 2 اكس بلس داكشي اللي فاكتوريزيت، يعني اكس كاري بلس 1 لو تو كاري بلس 1. مفهوم؟ على هاد الشكل هذا يوحي لي نفس القضية اللي هي لارك طونجونت، لارك طونجونت ديال الدالة اكس كاري بلس 1 اكس كاري بلس 1 المشتقة ديالها شنو هي؟ كندير الاشتقاق ديالها ديال الداخل عطاتيني هي 2 اكس، حيتاش اكس كاري المشتقة ديالها 2 اكس بلس على 1 بلس اكس كاري بلس 1 او كاري،
Donc exactement d'axi يعني exactement g de x مفهوم. Donc g de x أو بالأحرى grand g de x شنو هي الدراسية ديالها اللي هي l'arc tangente مفهوم الشباب x كاري بلس 1. ندوزو ليكزيرسيس اللي من بعد أو الدالة اللي تابعاه عندي في x في 2x كيساوي ليا 2x sur 2x moins 3 مفهوم. الا عطاوني الدالة على هذا الشكل هذا كنحاول انني نكتبها على الشكل القانوني يعني اي دالة عطاوها ليا على شكل مهم ax plus b ولا واحد f كي الدوغري ديالها انفيريور على جي بحيث f على جي كنكتب على هذا الشكل هذا يعني كنحاول انني ندير الشكل القانوني يعني نكتب واحد بلس ولا واحد ا بلس واحد فونكسيون تعطيني جديده اللي هي في على جي. كنحاول نسهل على راسي غادي نشوفوا في هذا المثال هذا. دونك عندي سور 2x موان 3 كنحاول نكتب هذه الفوق نكتبها ما عندي ما نخافش من انها نكتبها اللي نشوف شحال تزاد لي وشحال تنقص يعني باش بس نرجع للفي بالضبط. عشان انا عندي ديجا 2x موان 3 نقص 3 دونك غادي نزيد 3 مفهوم. كنخلي هاد لابارتي هادي وهادي بارتي بوحدها يعني هاد اكس هادي الفوق انا تخلصت منها اش غتساوي لي الفرق هاد لابارتي هادي مع المقام وهاد لابارتي تاهي مع المقام غتولي ليا 1 زائد 3 سيغ 2x موان 3 يعني يمكن لي دابا نحسب الدالة الأصلية ديال هادي الدالة الأصلية كونت في ولا المهم الدالة الأصلية ديال هادي هادي هي x بلس الدالة الأصلية ديال هادي شنو عندي عندي 3 فوا 1 سيغ 2x موان 3 سمحوا لي هادشي دابا راه ديفيزي باقي مازال مغاديش نحسبو دابا غير كنحاول نتخطيو الأمور. عندي 1 سيغ 2x موان 3 هادي على شكل ديال ln ln دو 2x موان 3 درت ليها المشتقة تعطيني هادي اللي داخل شحال صافي 2 سيغ 2x موان 3 اللي هي 2 فوا 1 سيغ 2x موان 3 يعني يعني 2 فوا 1 سيغ 2x موان 3 مفهوم الشباب. يعني باش نرجع للدالة هادي عندي 1 سيغ 2x موان 3 يعني نقسم الالين على 2 نقسم على الالين على 2 نضربو في 3 يعني 3 دومي. دونك هاد الدالة هادي تعطيني 3 دومي الين دو 2x موان 3 مفهوم. واللي باقي مازال ما وصلش هاد الدرس هذا غنحاول ندير واحد الدرس عليه هادي غير دالة جابتها اللي لقيتها في ليكزيرسيس وصافي غادي نديرو درس عليه باش نحاول نشرحو مزيان هاد الدالة ديال الالين والاكسبونسيال لي ليميت داكشي كامل ان شاء الله غادي نحاول نديرو. دونك نجي نحاول نحسب الاشتقاق 3 دومي غتبقى عليا على برا المشتقة ديال الداخل صافي 2 دونك الالين اللي هي 1 سيغ 2x موان 3 دونك 2 سيغ 2 صافي 1 دونك 3 سيغ 2x موان 3 دونك 3 سيغ 2x موان 3 اللي هي هادشي اللي بغينا دونك لا بارتي د في دونك في الدالة الأصلية ديالها اللي هي x بلس كيف ما قلنا هي 3 دومي الان ديالاش ديال 2x موان 3 مفهوم الشباب. دونك وصلنا للدالة الأصلية ندوزو السؤال اللي من بعد او الدالة اللي تابعه عندي في د اكس كتساوي ليا عندي في د اكس كتساوي 5 سيغ 2 فوا 1 سيغ راسين دو 1 بلس اكس فوا 1 بلس لا فالور ابسولي ديال 1 بلس اكس هادي كت بحال الشكل ديال دارك تونجونت مفهوم. عندي هاد لا فالور ابسولي يعني راه ديجا كان واحد الراسين او كاري يعني حيتاش ديجا كنخص نعرف ديما بان راسين دو اكس لو تو كاري كيساوي لا فالور ابسولي ديال اكس هادي كتساواو يعني نجي نعوض هاد 1 بلس اكس نعوضها بهاد القضية هادي تعطيني هي الراسين دو 1 بلس اكس او كاري هادي لابارتي بوحدها لارك تونجونت وهاد لابارتي هادي عندي 1 سيغ 2 راسين ديال 1 بلس اكس دونك غادي نشوفوها مفهوم. نعاود نكتب الدالة باش نحاول يكون داكشي باين شوية دونك عندي 5 سيغ 2 1 سيغ راسين دو 1 بلس اكس فوا 1 بلس
1 plus x. Je vois ce qu'il a dit. Donc, exact. Bon. Gna de ba f, est-ce que ça veut dire? Gna la pa. Donc, on va faire 5 sur 2 à part. On va faire un petit jeu de. Donc, 1 sur 1 plus x fois 1 sur 1 plus. Qui va mettre les commandes à dire? La valeur absolue qui est la racine, yani donc racine carrée de 1 plus x, le tout carré. Vous yani plus racine de 1 plus x au carré. Vous voyez, chabab. Hadi, tel l'aslié de la lié l'arc tangente, ou l'équipe l'arc tangente de racine de 1 plus x. Vous voyez, on a dit que l'arc tangente de l'ouad de la f, raken de l'ouad f prime à la barre. Elle lié à la ouad zaïd f carré. Vous voyez, chabab. يعني هذا f بريم هذه خصني نحاول ندير هذه المشتقه ديال هذه نشوفها واش كتحقق ليا هنا ولا لا. يعني ندير المشتقه ديال 1 بلس x كاري شوف واش كتساوي ليا. كيف ما باش نسهل عليه حسابي الا ما حفظتهاش كندير على شكل 1 دومي ما كنديرش او كاري سمحوا لي بريم غير 1 بلس x الراسين ديالو اللي هو المشتق نحسب المشتق ديالو كنكتب على شكل 1 دومي حيت الراسين اللي هو البويسونس 1 دومي اللي كندير ليه المشتقه كنزل الدوغري كندير البريم المشتقه ديال هادشي اللي داخل يعطيني 1 دونك 1 بلس x وكنقص واحد في الدوغري اللي هو 1 دومي موانز 1 اللي هي موانز 1 موانز 1 دومي فهم يعني دونك موانز 1 دومي كيف ما كنعرف الا كان عندي موان في البويسونس كينزل ليا لتحت يعني 1 سور لو 2 فوا فاكتور راسين دو 1 بلس x اللي هي اكزاكتومون هادي اللي عندنا هنايا يعني نضرب هاد هنايا تبقى هي 5 على برا فهم الشباب دونك غون تيف de x chatatini li hiya l'arc tangente dialesh de la racine de 1 plus x carré mfhom kif ma gna drna li ishtiqaq ghatnzel liya li taht 1 plus racine de 1 plus x le tout carré w ghandi l mushtaqa dial racine de 1 plus x atkhrej liya kif ma gna li hiya 1 sur racine de 1 plus x li hiya la partie hadi li hiya la partie hadi يعني غيبقى لي 5 على برا يعني غنضرب في 5 هنايا ما عندي حتى شي اشكال مفهوم الشباب نتمنى الفيديو يكون مفهوم شويه دابا هاد الدوره الاصليه غير كتمهيد للدرس اللي درس هو كبير صراحه عظيم اللي هو الدرس ديال التكامل وغادي نديروه ان شاء الله دابا البرينسيپ ديال الاشتقاق البرينسيپ ديال الدوره الاصليه وهادشي راه خديناه وراه ديجا درنا ليه واحد الفيديو اللي كتبنا عليه درنا فيه الملخص ديال داكشي كامل يعني لي ديفيرون فورم باش نعرف انا الدوال الاصليه يعني يكفي اننا نحفظهم ولا نعقل عليهم المهم دابا ليكزيرسيس الشباب ليكزيرسيس باش تحاول تكابتي داكشي وتميتريزي داكشي يعني ما غاديش يكفيك فيديو ولا جوج يعني انت خصك تخدم من راسك حاولوا خدموا الشباب ولا اش كاين شي حاجه ما مفهومه خليو لي في لي كومونتير وان شاء الله نحاولوا نفهموها مجموعين واخا شباب نتمنى الفيديو يكون مفهوم سلامه.